هاتي عنك تقرني. لك يقبرني المزواق، شفت ليش عطيتك المفتاح؟ أنا مفتاح؟ مفتاح قلبي، لأنك رجال وسيد الرجال. امشي قدامي تقبريني، لك يقبرني على طول أنا. خلص وقال خجلتني. قولي على قلبي غزال وشاري. أنت بس عدي، أنا بشوابي بشغل لك القرديلة. لك تسلم لي، تسلم لي. لك يقبرني. هات تقبرني، خايفة على نفسك، هات. لا يا عمري أنا بشغل لك إياها. كم انصافه انا عندي الله الله. شفتي لفتيني؟ لك لا تتلبى. ملبك بعيونك انا يا عمري. والله الدكتور جلال شاب كتير ظريف، سمعته طيبه، انا ما عندي مانع. شو سموني؟ يعني اللي بتشوفه. على هذا اللي طلع معي؟ ليكي وشك شلون احمر. اترك لي اختك بحالها هلا، قل لي امتى نعطي موعد للدكتور؟ دكتور؟ خير ماما، صاير معك شيء؟ نبيل بلا مسحك هلا. انا ما عندي مانع، اللي له بكره يجي. اخواتك ما بدك تشاوره؟ لك اخواتي شو بدي شاور فيهم؟ خلاص انا الاخ الكبير وانا بقرر، بس اذا حابه تخبريهم يجوا بكره يجوا. عماد؟ عماد؟ عماد اغسلي ايدك منه. ماما اذا بدك خبري خبري، انا ما دخلت. لا بدي خبره. مبروك اختي. الله يبارك في عمرك. عزام. تفضلوا. شو رايكم؟ لك شو هاد لك ابو اللؤلؤ؟ لك شي صاير محرفن كثير انت. والله على عيني. لك هيك من الاول بيضها. من الاول ومن الاخر، المهم بيضها وجابها. هي احلى كاس تعرض. والله. جملو اعطيه اعطيه العجينه لابو غلاظه، خلي صب عليها مفتاح. ابو الناس. صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ وين كنت؟ هذا إذا بعطيها هلا بكره بجملة مفتاح لباب شرقي. باب هرقة هالصبح. ايه جملو، بعد ما صبنا المفتاح شو بدنا نساوي؟ ايوه وقت بيبلش الجد يا ابو اللول. خلينا هلا نظبط المفتاح بعدين لك الحديث حديث. زازا بدك تصب لي مفتاح ينزل حف وتنزيل على باب الجابي. عرضك طيبتها. يلا شباب. صاري هذا. قاتل مفتح يلا. شو مشانك انتي؟ كأنك متأخرة صح؟ صباح. صباح الخير. صباح النور. شو عم تعمل هون؟ حازم قلت لي انتوا بتعرفوا بعض؟ هذا هو عريس الغفلة؟ حازم شو بك؟ حازم انا ما كنت بعرف انه امك ها؟ كذاب. قاعد عم تظبط وتطبل. طلعت عم تظبط امي؟ قسما بالله انك شاطر. شاطر وحربوق كمان. هي هي المفاجآت اللي مخبيت لي اياها الدنيا يا سيد امام؟ هي هي؟ هيا من حالك بيت ومصاري وسيارة وما عادك بحاجة انك تحتار تركب مكرة ولا تاكسي. كيف قدرت تضحك عليها ولا؟ اكيد مثلت عليها دور العاشق والهام من الحرام، اكيد صدقتك. او هي مو صدقتك، هي اشترتك بمصارية يا رخيص. حازم خلينا نتفاهم. خلاص حازم التزم حدودك. انت عم تحكي عن الحدود؟ انت عم تحكي عن الحدود يا ست ندى؟ وانت التزمتي حدودك لما فكرتي تاخدي واحد قد ابنك؟ او قصدي تشتري واحد قد ابنك؟
شو قصتك انت وقريا؟ عم تتخابط وتتدابح مشان ارقام جمعيات ما تدخلت وقلنا ماشي الحال. بس انا ماني رقم، لك انا ابنكم، حتى فيني حال فيني مين تتعادلوا؟ هو تجوز رفيقتي، انت بدك تجوز رفيقي؟ حازم عم اقول لك انا ما كنت بعرف ان امك، وفرضا كنت بتعرف، شو كنت عملت؟ كنت خليت عن حبك العظيم بهالبساطه يا عماد؟ لا انا ما بعرفك هيك. شو يا سيد عماد؟ شو بتحب نادي لك؟ عمي عماد؟ اسمع انت وياه، هي المهزلة لازم تنتهي هلا وفورا، وانت اللي بدك تنهيها. طلّا العصمة مو بإيدي. شو؟ بتعرك العصمة بإيدها كمان؟ بعمل درجة كرايس. خلصني شو صار معك؟ يلا حبيبي يلا يلا شرق. هاي مفتاحك حبيبي. هذا أكيد شغال؟ أكيد أبزازة أنا حبيبي. وإذا فتحته ما فتح؟ أنا بروح براسي بفتح لك يا للباب. إيه؟ شو علي؟ قديش بدك مني؟ هلا بالعادة على المفتاح العادي باخذ 35 ليرة، بس لأنك صاحبي 1500 ليرة. شو؟ 1500 ليرة. لك يخرب بيتك شو صار حرامي ما بتشبع، بدك على هذا المفتاح 1500 ليرة؟ يا حبيبي هذا المفتاح شكله مفتاح مغارة علي بابا، فانوس السحري، وبلا معلمية عليك الحكومة. يلا يلا بلا كتر حكي، نسيك هي 2000 ليرة، صرفهم على صحتك. ايه؟ قال لك معايا أجمل حكاية بالعمر كله. سلام. الله معه. ألو مرحبا عماد. أهلين ماما. خرجت تمرق لعنا اليوم المساء على البيت؟ ليش خير شو في؟ لا بس في الدكتور جلال جاي يطلب يد أختك وضروري تكون موجود. طيب أخواتي وينو؟ موجودين كلياتو. إيه خلص طالما أنه أخواتي موجودين بيكفوا وبيوفوا. يعني ما بدك تجي؟ ماما ليكي أنا آسف بس ظروفي يمكن ما تسمح لي. بكل الأحوال إذا عم تسألوني عن رأيي توكلوا على الله أنا موافق. كتر خيرك. تسلم ايدين. اهلا وسهلا دكتور. يسلموا ماما. يسلموا. صراحة أنا ما بعرف ولا بحب أعمل مقدمات مشان هيك رح فوت بالموضوع فورا. تفضل. أنا بيشرفني أطلب يد كريمتكم سمار. وبظن يعني ما في داعي اعرف عن حالي، يعني احنا جيران ونعرف بعض كثير منيح. اهلا وسهلا فيك. بالنعم والله. شكرا. و مدام بالنسبه لاهلي، اهلي موجودين بالضيعه، يعني ايمت ما حبيتوا انا جاهز للزمن. اهلا وسهلا فيك واهلك يا اهلين. دكتور جلال احنا ما بنوقف عند هاي الشكليات، انت زيارتك لعنا بتكفي. تسلم شكرا. سمعونا الفاتحه للتوفيق؟ يلا بسم الله. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. مبروك دكتور. مبروك. مبروك ماما. لك تأخر هذا صاحبك. أخي هلا لا ما يجي. أنا اليوم عنده مناسبة بالبيت. جنبو؟ نحن أي ما بدنا نضرب. الليلة. الليلة خلاص. لك أخي أنا ما بحب التأجيل. الليلة خلاص الليلة. شو الخطة تبعك؟ هلا بس يجي أبو اللول بنحكي بالخطة. قوموا خلينا نستنى برا مشان بس يجي نتيسر على السريع. يلا جيب له اغراض معك حسن. هيكون هيكون. يلا شباب.
شدوا حالكم ها؟ يلا يلا. عليك نطف قلبها. طب جربي بس. ان شاء الله يا امي مالي خلاق ما بتعرف ما بتعرف كيف. شو عم يصير بالحاره؟ ما تعودتوا على الحاره؟ هو شي خناقه. شو عم يصير برا وترجع خبرنا. العم ان شاء الله خير. الله يرجع له خير. خير 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 خير. شو
الله ما في غير الله يا 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 ما رجع لسه؟ ما رجع. يلا ان شاء الله ما في شيء. شو امي؟ شو؟ بين معك شيء؟ شو صاير؟ شو في؟ لك احكي. وائل وينه؟ ما شفته؟ وائل اخذته الشرطة. شو؟ ليش؟ ليش لحتى تاخذه؟ ليش؟ شو عامل؟ ليش اخذت الشرطة؟ ليش؟ لك الشرطة لقيت انصاف مقتولة ببيتها. وائل كان سهران هو وشلته القاتلة عندها. الشرطة اخذته لأنه هو متهم بالجريمة، يعني ابنك متهم بجريمة قتل. لك شو؟ شو بيطلع بيدي ساوي؟ لك وكله محامي. هلا بنصاص الليالي وكله محامي. ايه شو فيها؟ شو فيها؟ ام جميل، ام جميل تركيني بحالي. الله وكيلك وكيل السماء والارض، ايدي مربطه من وقت ما شفت حاطين ايدي بالكلبشه وساحبينه بالسياره. لا تزيديه على همي دخيله. ابو جميل انا بعرف لابني، والله بعرفه، والله العظيم بريء، بس هن رفقاته اللي ورطوا بالقصة بده يلبسوا اياها. خلص بكره الصبح بوكل لك. يا امي امسكي الازار، واذا ما بيكفوا انا مستعده اشتغل لفايه عند العالم بس يطلع ابني مشان الله. لا خلص بكره الصبح بنلاقي له حل. امسكي يا رب يا رب. انت بدي اجي بكره الصبح يا رب يا رب، ترحمنا برحمتك. اهدي اهدي وصلي على النبي. مامنه انت بتخافي من الله؟ بس ما عندنا غيره، صبي الحيلة ولفتيلة يا ابو جميل. بعدين ما فيني نام هذا بايدي. معلش شيله. خير؟ مين عم يدق بهالوقت؟ هي اختي سمر. الو؟ اهلين سمر. شو؟ شو في؟ لحظة لحظة، لك انت شو عم تحكي؟ ايه طيب وائل شو دخله بالقصة؟ طيب امك كيفها؟ ماشي ماشي حبيبتي، ليكي ديري بالك على ماما. ايه وانا بكره بمرق لعندكم بشوف شو بدنا نتصرف. يلا يلا مع السلامة. خير؟ شو في؟ رعبتني. اخي وائل وقف بالسجن. ليه؟ تهمينه بجريمة قتل. قتل؟ يا جماعة طالما رجلينا ورجليكم بنفس الفلقة، شو رأيكم بهالظرف نحط ايدينا بايدين بعض؟ ما قلنا شيء، المهم تتحركوا بسرعة. طيب، شو رأيكم نوكل محامي مع بعضنا البعض؟ ايه؟ أنا رأيي ننتظر شوي. وليش لننتظر؟ أنا حابب اسمع من وائل، بعدين بنفكر شو بدنا نسوي. كيف؟ ما فهمت عليك. يعني عمي أبو جميل ممكن تكون كل الاحتمالات واردة. كمان ما فهمت عليك. وأنا ما فهمت أمي، ليش بدك تأجل توكيل المحامي؟ امي انا ما بدي اجل توكيل محامي، بس فكره المحامي المشترك يعني ما عم تفوت بعقلي. بلكي وائل طلع بريء والباقي متورط. هلا هذا اللي طلع معك سيد نبي كتر خيرك والله. معلش لا تزعل مني عمي ابو جميل، انا عم اقول لك كل الاحتمالات وارد. خليني انا اشوفه لوائل وبعدين بنقرر. ضحكتني والله، بفهم من هالحكيات كلياته انه ابنكم ملاك وبريء وابني المجرم وقتال قتله. طالما هيك كل واحد يقلع شوكه بايده. لوين يا ابو جميل؟ اشرب قهوتك. مشروبة. اهلين عمي، شرفت. لك يا امي ليش زعلته؟
يا ماما نبيل معه حق، يعني بلكي طلعنا ناجي وجميل هن اللي قاتلين، ليش لحتى نحط ايدنا بايده؟ ما بعرف، اعملوا اللي بدكم اياه، المهم ما يضيع اخوك من بين ايدينا. وكلي الله ماما، ان شاء الله غمه وبتزول. خيلك يا ربي، خيلك. حبيبي شبك، ليش مستعجل؟ بدي لحق اروح على بيت اهلي. وضرورية الروحة. شو قصدك؟ ما فهمت. مو انت قلت لي انه اتخانقت معهم؟ اي مزبوط، بس يعني كمان هلا هن عم يمرقوا بمحنه، مو معقول اترككم بهيك ظرف. حبيبي انت حر، يعني لازم تتصرف مثل ما بدك، بس لا تنسى اخوك متهم بجريمه قتل. لا لا مستحيل، اخي وائل ما بيعمل هيك شيء. يا عماد ما في شيء مستحيل، البني ادم بس ينضغط ما بتعرف شو بيطلع معه. ندى انت لوين بدك توصلي؟ مو أنا اللي لازم أصل، أنت. طيب ماشي، أنا لوين لازم أوصل؟ لازم توصل لقرار إنك تقطع كل صلتك بأهلك، وخصوصي إذا أخوك متهم بجريمة القتل. قلي لشوف، كيف قتلت المقدورة؟ يا سيدي والله العظيم فتنا لقيناها مقتولة. اسمعوا لها، قصة الأفلام والمسلسلات هي ما بتمر علي. أحكي لشوف. سيدي أنت ليش ما عم تصدقني؟ لأنك كذاب. سيدي ورحمة أبي عم قلك فتنا لحتى نسرقها ولقيناها مقتولة. ها ها، فتوا لحتى تسرقوها؟ لما حست عليكم قمتوا قتلتوها. مين اللي قتلها بيناتكم؟ أنت ولا ناجي ولا جميل؟ الشباب عم يقولوا إنه أنت اللي قتلتها. أنو شباب؟ الشباب الطيبة اللي كانوا معك. سيدي إذا الشباب قالوا هيك معناته هن كذابين. ها، والدم يلي على بلوزتك مين اجى هذا؟ يا سيدي هي اول ما شافتني تعربطت فيني وكانت معبايه دمه على اخر نفس. وكيف فتوا على البيت؟ جميل عمل نسخه على المفتاح. كيف؟ انا طبعت له المفتاح على عجينه لجميل واعطيته اياه. وانت كيف وصلت للمفتاح الاصلي؟ يا سيدي انا مره كنت قاعد عنده سرقت المفتاح وطبعته. يعني انت كنت تتردد لعنده؟ ايه. ليش؟ صراحة كان في علاقة بيني وبينه. سلام سيدي. يا ابني خذ الموقوف لبرا. حاضر. شو اعمل يعني هلا سيدي؟ تقريب بصمات سيدي. مو معقول. خير سيدي شو في؟ ما في ولا بصمة مطابقة للبصمة اللي على السكين. شو يعني سيدي؟ يعني في واحد رابع صاحب البصمة اللي على السكين، والاحتمال الكبير انه هو بده يكون اللي طاعن المقدورة. مين الحدا الرابع سيدي؟ هذا اللي لازم نعرفه. انت شفت سجل المكالمات؟ طبعا سيدي شفته. ما لفت نظرك شيء؟ مثل شو سيدي؟ سيك بدك تجيب لي معلومات كاملة عن هذا الاسم. هي آخر مكالمة كانت مع المقدورة، بدي أعرف بالتفصيل مين اللي حكى معه. سيدي بس هذا اسم بدون كنية ما بكفي. لك يا ابني نحن أمام جريمة قتل، نحن لازم نتمسك بأي طرف خيط يوصلنا للقاتل. اتصرف بسرعة. احترام سيدي. هيا وحدة معلم بس افتح لو سمحت. لو سمحت الله يعطيك العافية. ما بدك توصلني جهاد الله يرضى عليك. لا عمي لا تاكل هم براسي والله. الله يخليك عمي. ولا شو الحكي هذا؟ يلا اوزع ناكل. مع السلامة حبيبي. يجيب عليك على حالك. سيدي لا تنساني. لا 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 تاكلهم خلاص بعيوني. ناطر منك وانت دير بالك. ها وانا مدير بالك. يلا 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 مع السلامة. مع السلامة. يلا يلا طاي تحلى. يلا السلام عليكم. مع السلامة. ادعونا ادعونا. السلامة ان شاء الله. الله يهون قدرك سريف. خلص قدرك. الله وكيلك يا سيدي، الله وكيلك وحياة السماء والأرض. لحنا فتنا لحتى نسرق. ما عندك غير هالموال ولا؟ يا سيدي ليش شو بدي قلك؟
والله ما عندي غيره يا سيدي، وحياة الله هي الحقيقة. أنت من إمتى بتسرق له؟ شو هي سيدي شو هي من إمتى بسرق؟ هي أول مرة سيدي. أول مرة وبتعرف ترسم وتخطط وتطبع مفاتيح، منين تعلمت هالشي ولا؟ وين بدي أتعلمه سيدي يعني؟ بالحياة. ها؟ ومفزك كمان؟ قلي لي شوفوا لا، طالما فتوا لحتى تسرقوها وفتوا ما لقيتوها، شو اللي خلى وائل يفوت يشوفها بالمطبخ؟ شو بيعرفني سيدي أنا؟ سألوه قلو. أنا اللي بعرفه سيدي إنه نحن كنا مخططين نفوت على البيت، نخدرها للمخلوقة حتى نقلفت البيت وما حدا يقرشنا. إيه وبعدين؟ سيدي بعدين كلياتنا سمعنا صريخ من المطبخ، ركضت لهنيك لقيت المخلوقة تميمة حميمة ومعانقته لوائل. نحن مالنا غرض بكل هالقصة سيدي، ما عرفنا شلون سحبنا وركضنا. اكتب يا ابني. تعال يا ابني. حاضر. رجعوا على النصارى. الله لا يعطيك العافية يا وائل على العملة هي. والله ما كان حدا عم يحزر عليه. وكلت له محامي شي. إني هي جريمة قتل مو مخالفة تموين. يعني بدها محامي شاطر وبدها فت عملة وهز كتاف. وبحب ذكرك إنه أنا ما عملت شي غلط لحتى تتعامل معي بهالطريقة هي. أنا كل اللي عملته إني جوزت على سنة الله ورسوله، لا قتلت ولا ذبحت. وإذا كنت مفكرة إنه ابنك وائل ملاك طاهر، فيا ريت تسألي حالك شو كان عم يعمل بنصاص الليالي عند الست انصاف هو ورفقاته الزعران. ايه؟ اطلع لبرا يا وطي، اطلع لبرا ولا اطلع برا برا، ما بدي اشوف قلبك بهالبيت. اطلع اطلع لبرا يوفقك ان شاء الله. اطلع عم قول لك اطلع، يخرب بيتك وبيت بيتك. رحمت ابوك نحن فتنا على البيت لقيناها مقتولة. انا كنت فايت اسرق. تسرق؟ تسرق يا وائل؟ هيك عم تقولها بكل بساطة؟ ايه بدي اسرق. شو بدك ياني اعمل لك؟ بدك ياني اقضي حياتي كلها ورا دركسيون تاكسي؟ نبيل، نبيل انا متورط. انا متهم بجريمة قتل. يعني القصة فيها اعدام، عم تفهم؟ اعدام؟ بوس ايدك لا تتركني يا نبيل. اصلا انا مالي حدا غيرك. مشان الله اتركني هون، مشان الله. خلص طول بالك طول. جوا شو راح بيفيدك يعني؟ يعني ما عم تركب براسي، الشرب كله بتقطع براسنا. لا خلصنا بقى شباب، عم بقول لك ان كان برا وان كان جوا شو بدك فيه؟ ما هيك قولوا؟ يعني انا اخر همي اذا عزام كان جوا ولا كان برا، خلونا مصيبتنا هلا. بعدين يا حبيبي لما بيكون عزام برا لك بنستفيد منه. شلون نستفيد؟ لك بيجيب لنا غراب، بيشقر علينا، بيجيب لنا دخان، ضراب السخن. من الناحية ما واحد، خليه برا أحسن. خلص إذا أنتوا هيك شايفين أنا موافق، بس أنا شو اللي ضربني على قلبي وفتت معكم يعني؟ ليش ما ضليت برا مراقب؟ ما كنت فتت بري شيء. عاجل يستر أخطاك، لا تبلش تنقمت للنسوان. العمى ما عرفتك كنت مراجل جملوه. إحنا بمصيبتنا ما عم نخلص. Thank you.
ألو بياتك ولا سهرانة؟ لا سهرانة. لك يا جمانة معقولة هيك؟ شوفي ما احنا اثنين ما شاء الله عنا والله، نحن اثنين متجوزين وسهرانين، بس كل واحد برني. انت الحق عليك. علي بشو بالله؟ يعني لو ما طلقت لهنادي كانت هلا عم تونسك. لك ما اواكي والله، انت ما حدا بيقدر عليكي. هي انت قدرت. طيب انا اشتقت لك. وانا لك شو نعمل هات بشوف. ما بعرف. الكرة بملعبك، عندك الحل. قومي تعي لعندي. اكيد عم تنزح. اجي انا. طيب رضوان شو صاير لك اليوم؟ ولك عم قلك مشتاق لك، شو صار لي؟ طيب خلص نلتقى بكره. بكره بنفطر سوا ايه؟ لا خليها لبعد الظهر، بكره عندي موعد القراءة. طيب امتى بتخلصي قراءة؟ يعني عشي الساعة واحدة. على واحدة خلص بنتغدى سوا لكان. اوكي. ليكي انا الساعة تنتين بجيب غدا او بسمع. طيب انا على التنتين وخمسة بكون عندي. وانا الساعة 2:06 ما عاد افتحها. هي ماي مفتاح. لك يا برني ربك. ايه ايه. يلا روح تصبح على خير. وانت من اهلك. صرني شوي فايق. صب لك قهوة؟ جيب فنجان روح. لو طلعت من جوزي عن جد. ها أمي؟ لا أمي. كأنك نرأت من جوازة مرتك؟ لا شو بدي أرقني؟ أنا مثل أمك بحالة أربعة يمكن. تقلت بابا؟ تقلت. لك ايش بيعرفني؟ مرات الدنيا ما تخلي الواحد ما يشوف قدامه. تكون حانم. انت كيفك؟ انا ما راح يعجبك جوابي والله يا بابا. ليه بقى؟ لانه حاس حالي يتيم من كل القران. معك مصاري يومي. أمي تجوزت رفيقي بابا. رفيقي. عرفت؟ أوف أوف، كل هالشي صاير معكم وما بتتصل فيني؟ ما بتجي المصايف وراس الواحد بينعم على قلبه ما عاد بيشوف الدم. معك حق، ما بلومك. وهلأ شو ناوي تعمل؟ ولا شيء. بدنا نستنى نتيجة التحقيق وبدي وكل محامي. وكلت محامي؟ هي جيتي من القصر العدلي. طب شو مشان أخوك عماد؟ أخي عماد خلص نفضنا إيدنا منه. والله يا نبيل مصايب كلها وقعت فوق راسك وانت ما بتستاهل أبداً. عن جد ما بستاهل. اي ما بتستاهل، حرام يصير فيك هيك. لينا اذا عرضت عليكي مشروع نرتبط مع بعض. تركي تركي انا بفتح، روحي على المطبخ. بيت مين بدك يا سيد؟ صار اسمي سيد هلا؟ سيدي اسمي ندخانه؟ شوف جوزي مو هون، روح احسن ما لم عليك البناية كلها. بعرفك بتعمليها ما بتقصري، إلك ثوابي لأنه بس كل شيء. ولا تفكري إني جاي مشان حضرتك أنا. لك أنا مشان شو جاي؟ مشان حازم؟ لك أنت بدك تدمري الولد أنت؟ لعمل لأم؟ شوف لا تخليني جرسك وجرس حالي.
لا تفضلي جرسيني، تفضلي علي صوتك قد ما بدك، ليكو الباب مفتوح، ليكو كمان التليفون جوا فوت اتصلي بالشرطة، مالي طالع من هون ومالي مزعزع، اسمع الكلمتين اللي جايين لك يا ابو. شرف عم بسمع. شوفي حازم صار محشور كثير ومخنوق، لازم مساعدة، فهمتي؟ أنا مالي مقصرة بشي. ولك نحن أنا وياكي، لك أبوه وأمه نحن لازم نقعد نتفاهم، نتفق على شي شغلة نساعده فيها. ولك احسن ما نخسر ونحن اثنين. هات من الاخر. طلقيه للولد اللي متجوزتيه. طلقيه. ولك حازم ما صفي بينه وبين جنان الا شعره، طلقيه. ومين اللي موصله لهون انا؟ طلقي رفيقه لابنك اللي متجوزتيه وحاجته بقى. ولك طلقيه لك رضا. رجعي ولدك لحضنك احسن لك. ها؟ هذا تهديد؟ واكثر. اغسل عين عنك شو حنون، ماسك الدنيا مثل ما بدك حتى مع طريقاتك. برافو. شو بدك؟ انا مالي حصه خلاص، سكرت حسابك معي. انا بيوم انزلي ونصيحه لا تخليني اشوف وشك احسن ما اغلط فيك. يعني شو بدك تعمل؟ لك انت شو بدك مني؟ بتلبيني؟ والله حسب. بدي مصاري. كمان. لك بمناسبة شو عم تطلبي مني مصاري؟ دين. مبدئي. حسبها مثل ما بدك. أنا شارية سيارة جديدة وبدي أدفع كل اللي قصد دفعة واحدة، وما بدي أدخل بفوائد وديون، بتعرف أنت. لك أنت بمناسبة شو عم تطلبي مني مصاري؟ ولو؟ بمناسبة انك ابو حازم. شو بنا؟ اشهد ان لا اله الا الله. ماشي روحي انت هلا، بعدين انا بحكي معك. بعدين بعدين. اكيد اكيد. خلاص روحي روحي. كذاب. ولك بتعرفيني كذاب، ليش عم تطلبي مني؟ لاني اشتقت لك وجيت ودعك قبل ما اصير بعيده كثير عنك ومشان ما تنساني. مسافرة يعني؟ فيك تقول هيك شيء. لوين بالله؟ عالخليج. عالخليج؟ شو في جوازة هنيك يعني؟ ما بتعرف ليش شو ناقصني أنا؟ المهم إذا وافقت تديني أو تعطيني اتصل فيني، لأنه أنا من بكرة الصبح رح يتغير تليفوني ومالي حابة أدين من حدا غيرك. ماشي باي. طول عمرك يا زميلي. ما كنت لاقي صف للسيارة. تفضل استاذ نبيل، وقع لي هون لو سمحت. لا لحظة لو سمحت، قبل ما يوقع بدي اعرف لوين بده ياخده. كيف يعني؟ يعني انا ما رح اسمح له انه ياخده لبيت جده. بس هذا مو من حقك يا مدام. شو يعني ما بدك تسمح لي اخده؟ شو الشغلة على كيفك؟ طبعا على كيفي. انا ما عندي استعداد اني غامر بابني. تغامري بابنك؟ ايه طبعا، لانه ما شاء الله كل يوم والتاني حولكن وحواليكم في جريمة قتل، ما عندي استعداد ابعت ابني عليها. شو معنا شو قصدك حولنا وحوالينا؟ ايه انت فهمان شو قصدي كثير منيح. يا جماعة يا جماعة اهدوا شوي وخلوني اعرف كمل شغلي. إذا رح تتخانقوا رح اضطر طارقكم برات المكتب. لا لا يا أستاذ خلص ما في داعي، كمل شغلك. لا معلش لو سمحت.
انا ما رح اعطي الولد لاعرف لوين بده ياخده. انت هيك يا مدام عم تعطليني، القانون واضح، ما في داعي تجيبي لي اجتهادات من عندك.